أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معانا وحلقة جديدة ولمتنا الحلوة. لمتنا الحلوة النهاردة في يوم جميل جدا الحقيقة وهو عيد الميلاد المجيد. بنقول لكل إخواننا المسيحيين كل سنة وحضراتكم بخير، كل سنة وإحنا مع بعض، كل سنة وإحنا وإيد واحدة، والسنة الجاية نحتفل مع بعض بإذن الله وإحنا كلنا زي دي، ما فيش حد بينقص مننا يا رب إن شاء الله، وتبعد عننا غمة كورونا. معايا النهاردة رانيا ومروة. أهلا يا رانيا. أهلا يا مروة. أهلا إزيكم يا بناتيت. كل سنة وإحنا طيبين. كل سنة وكلنا طيبين يا رب. كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة بخير وسعادة، وإن شاء الله السنة الجاية زي ما قالت نقضي على الكورونا تماما إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هنتكلم في موضوع لطيف جدا، موضوع ساعات الناس بتبقى رجل ورا أو رجل قدام وعشرة ورا فيه، اللي هو إزاي لو مش سعيدة في حياتي أنهي علاقة أنا فيها، سواء العلاقة دي علاقة حب أو علاقة خطوبة أو علاقة زواج أو علاقة زواج وفي أولاد، علشان هي بتختلف من مرحلة للتانية تدريجا. إيه الأسباب اللي تخليني أنهي العلاقة دي لا محيص؟ رانيا وبعدين مروة، عايزين اعرف رايكم ايه، وجهه نظركم ايه الاسباب اللي تخليني انهي. اهم سبب بيخليكي تنهي العلاقه فورا؟ خيانه. الخيانه طبعا. اوكي. طبعا طبعا الخيانه. تمام. سبب كبير جوهري. انت ايه بقى يا مروة؟ بصي، هو في اسباب كتير بتخلي لازم الطرف الاول او الثاني او راجل او ست ينهوا العلاقه. قبل ما بيجي الاسباب بيبقى في تشبس في الاول بالايه، بالشخص ده، وزي ما بيقولوا مرايه الحب عاميه. لما الاقي اللي حواليا كلهم بينصحوني بيقولوا لي ده ما ينفعش او العكس صحيح، لازم اتريس شويه واحط النقط على الحروف. طب هم اكيد مش بيتكلموا في مرحله ما قبل الجواز. بالظبط. ده امتى؟ ليه في الاول؟ في الاول خالص. ده واحنا وانت بتتجوزي في علاقه هتبقى. بصي يا مروه، سيبك من اللي حواليكي. انت وبني ادم. المشكله خلاص. ايه المشكله اللي في كلمه واحده؟ لو ده عندك لا يمكن اكمل. مش هكمل معاك. طبعا الخيانه من الاسباب الجوهريه الاولى اللي تخلي الواحد فعلا ينهي العلاقه. ولما انا اكون عندي ازمه كبيره واحس ان الشريك تخلى عني، اصعب المواقف اللي ممكن انا بمر بيها في حياتي. هو في سبب ممكن أوي. اي واحده ست تجاوبه غير كده؟ يعني انت يا مها مش هتجاوبي نفس الاجابه؟ لا، مش انت يا مها، كنت هقول لكم دلوقتي ان مع انه سبب مهم جدا وبالنسبه لي انا برضو مهم جدا، الا ان في ستات كتيره جدا تقول لك لا، بدليل ان في ستات كتيره جدا بيتخانقوا وبيسامحوا. يقول لك انا هكمل عشان البيت يقوم يفضل، او لا قوم. او هكمل عشان دي تلاقيها نزوه وراحت لحالها، او هكمل عشان في الاهم، او هكمل عشان كذا، ايا كان السبب. بس بتكمل، مش الخيانه هي بتكون بس السبب. بس اكيد دي ما بتبقاش بتحبه يعني. انا بشوف لا بتبقى وصلت لا لدرجه كبيره جدا من العقل اللي هو خلاص عارفه ان العلاقه دي مش هينفع تنتهي. مش هتنتهي ليه؟ عشان الاولاد موجودين، عشان ممكن يكون شايفه ان هو لو هو مش موجود هيبقى في عقبه اكبر من هو ايه متخلي عنها او سابها. اسباب كتير جدا بيبقى في الاعتبار. انا مثلا من الاسباب المهمه عندي جدا لو ما فيش لغه حوار ما بيننا، لو مش عارفين نتكلم مع بعض. الحياه ماتت. كل ما بنتكلم مش بنعمل خناقه. الحياه ماتت. كل ما بنتكلم بنبقى حاسين اف ده جاي يكلمني في موضوع، او هو اف دي هتيجي تفتح موضوع معايا. لا، ده سبب قوي جدا ان ينهي العلاقه جدا. في واحده تانية تقول لك لا، البخيل، استحمل اي حاجه في الدنيا الا البخل. طب ما بيبقى في كده يعني مرحله قبل ما العلاقه بتنتهي، انت بتبقى بيحصل لك شويه حاجات وبعد كده بتعرفي ان العلاقه دي هتنتهي. اول حاجه مثلا منها انك انت تحسي انك انت متوتره، في حاجه ناقصه، احنا ما بقيناش زي زمان. ايه ده كان بيكلمني الصبح وهو في الشغل مثلا مرتين، ما بقاش يكلمني. طب يا ترى هو بيكلم حد تاني؟ لما بيرجع مش مهتم بتفاصيلي. يا ترى امال مهتم بتفاصيل مين؟ لا، ممكن مش مهتم بتفاصيلك ولا تفاصيل غيرك. على فكره ده وارد جدا، هو فقد الاهتمام. ما هو دي الجزئيه اللي انت برضو من ضمن الاسباب ان واحده تقول لك خلاص ما بقاش مهتم. يعني زمان لما كنت ازعل كان يقول لي مالك يا حبيبتي، اخبار في ايه؟ هي في حاجه مضايقاكي؟ نقطه مهمه جدا، لغه الحوار دي لو ماتت يبقى انت خلاص البيت في واحد ما يسالكيش انت مالك في البيت ومش بيتكلم معاها، ولا الطرف الثاني بيتكلم معاها او معاه بقى. ما في خلاص الاثنين، ده عايز حد تاني وهي عايزه حد تاني. ومش شرط يبقى في خيانه على فكره يا رانيا، يعني هو ممكن يبقى فقد الاهتمام ان هو يعرف حاجه، لان خلاص في وهج الحب. ايوه بس ساعات بقى يعني انت بقى لما يفقد الاهتمام بقى بتبقي مضطره تعلي نار البوتاجاز شويه، تقوم يعني نتخانق مع بعض، نمسك بعض. لا، انا بالنسبه لي مثلا يعني كمها
لا خالص. لا خلاص. لا ما عليش بوتاجاز خالص. لا مش قصدي انك تعملي خناقه. ما عملش. لا انا قصدي ان انا احرك المشاعر. لا 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 لا. هيبقى مسكن صح كده؟ بالظبط كده. هيبقى مسكن فتره وهت ايه انا لو حسيت اصل احساس المراه في الحاجات دي ما بيخيبش. انا لو حسيت ان هو ابتدى يفقد الاهتمام. في نقطة بقى مهمة جدا. طب هو هيفقده ليه؟ في نقطة مهمة جدا. أسباب كتير. زهق. ملل. متعود. طب ملل ما هو أنت لازم تجددي، لازم تكوني متجددة. وليه أنا بس اللي لازم أجدد؟ ليه مش كلنا بنجدد؟ ليه أنا ما جددتش وهو بيجدد؟ العلاقة لازم تكون اهتمام من الطرفين عشان تفضل ناجحة على طول. يعني لازم أنا أبقى حاسة الراجل مش مهتم وأنا مهتمة. الراجل مش مبتكر. لا زي لا لا مفيش حاجه اسمها الراجل مش مبتكر. الراجل اللي بيحبه مبتكر. لا 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 لا. ليه؟ لانه بيبتكر طول ما انت صاحبته، بيبتكر طول ما انت خطيبته، بيبتكر طول ما هو انت معجب بيكي. اشمعنى بيبطل ابتكار لما بتتجوزي؟ لا. العلاقه زي الزرعه، زي ما دايما بنقول. وخلاص الكلام ده بقى ممل بالنسبه لناس كتير، بس هي زي الزرعه لازم تتسقي بالميه وبالحب وبالحنان ومش عارف ايه علشان تفضل نادره. مش واحد هو اللي هيشيل الليله ويفضل قاعد بيبذل مجهود، واطبخ له طبخه حلوه، والبس له قميص نوم مش عارفه شكله ايه، واخرج له مش عارفه عامله ازاي، ويجي من البيت يلاقيني عامله كده وسعيده وانا تعبانه. مش مهم بس على طول المبتكر اللي بيجري المات بنتك دايما. ده مجرد احساسي ان انا بس اللي ببذل مجهود ومش لاقيه ان الطرف الثاني بيبذل مفيش مردود من نص المجهود ده. لا انا اسفه. في بقى من الاسباب المهمه جدا برضه. انت متجنيه قوي على الراجل. الست دي متجنيه على الراجل. الاسباب المهمه جدا يا جماعه خالص. الراجل اللي مسيطر دايما، الراجل العنيد دايما، سواء برضه من الطرفين. وفي ستات برضه عنيده عند اللي هو خلاص يعني لازم نمشي يمين فهي عشان دماغها خلاص انا همشي الشمال. العند ده برضه من أسوأ الحاجات اللي لازم تنهي العلاقه. لما تلاقي الشخصيه اللي قدامك عنيده، ولما تلاقي اللي قدامك عايز يسيطر وخلاص. حتى لو انت قرارك صح، قرارك سليم، بتاخدي قرار مصيره بقى حاجات كتير جدا قائم على البيت والولاد والاسره كلها، لا هو لازم يغير قرارك، قرار اللي انت واخداه بس عشان يكون مسيطر. فدي من الحاجات السيئه جدا اللي فعلا انت بتبقى عامله حسابك وعماله بقى تفكري. انا الراجل الكلمه الاخيره ليا. اوكي انا خايفه اتكلم عشان ما يعني ما لا احنا هتكلمي. لا هتكلمي. لا والله بتنظر طبعا لازم الاثنين يبقوا. بس برضه يا مها يعني الست بتفكر دايما زي ما بنقول في بوكسز، يعني تقدر تعمل 10 حاجات في نفس الوقت. الراجل بيبقى مش قادر يفكر غير في حاجة واحدة. شوفي الست لما بتعيا، وشوفي الراجل لما بيعي. لما بيجيله شوية برد، يا قامت القيمة أنا عيان. الدنيا كلها لازم ده ملوش علاقة بالحب. ما بيعرفش هو، ما بيعرفش إيه؟ ما بيعرفش. الرجالة بتتوهم على نفسها، ده موضوع تاني. ماشي، ده فترة وبتنتهي. العيا ده بينتهي. ملوش علاقة بكده. أيوة أنا بدليل بصي على أي علاقة ما بين اتنين هتلاقي الراجل كان مهتم في الأول وكان بيظهر الاهتمام وتعالي نخرج. طب تفتكري ولو سكتت، مش لو ضربت بوز، لو سكتت. على فكره برضو الستات برضو يا معاها برضو بتهتم بنفسها في الاول. لا. وبتقعد تهتم بالتفاصيل لا وبتهتم بالتفاصيل وبتهتم بمواضيعه وبتفضل كده. بعد ما بتتجوز وبتخلف لا مش بتهتم بتفاصيله وما بتبقاش مدياله اهتمامه. نسبه كام لكام؟ لا كتير. لا كتير قوي. كتير قوي قد ايه؟ النسبه القليله. طب ثانيه اللي هي بتفضل مكمله. طب اللي هي بتبقى يعني شافت التجارب اللي حواليها وعرفت ان الست لما بتهمل الراجل بيحصل ان هو بيطير او يعني بياخد سكه ثانيه وبتضطر هي تنزل. عشان هو عنده استعداد ان هو يطير او ياخد سكه ثانيه. انا اسفه. الراجل العدل عدل والعوج عوج. خلاص انا مش هقدر افتح بوقي. في العلاقه بقرار. اللي مش مهتم ده ممكن تنهي علاقتك بيه لانه مش مهتم؟ لا هيبقى في طبعا مناقشات الاول. برافو عليك. وفي مثلا عادات بيننا وبين بعض ونقعد نراجع بعض في الاخطاء اللي ممكن تكون عنده اللي هو بيعملها اللي هي مش عاجباني. وبرده هو ممكن يقول لي الاسباب اللي هو انا بعملها ممكن تكون مش عاجباني. بنقعد مره واثنين وثلاثه لان برده الطلاق او انهاء العلاقات دي مش بالسهل. فبنقعد نتكلم وبيعرض المشاكل اللي انا ببقى بسبب فيها وانا برده بقول له المشاكل اللي ايه اللي هو مثلا بيعملها. عنده طباعه سيئه وبنحط النقط على الحروف. والله بقى في بقى مرارا وتكرارا للمشاكل هي فدي لا دي حاجه ثانيه. وزي ما انا قلت لك في حلقات كتير ان السعاده يا مها وان انا اكمل حياتي ده بقرار مش نصيب. يعني مثال النصيب ده الجواز، لكن الطلاق وانهاء العلاقات ده
بقرار، يعني انا ممكن احط عقلي في راسي كده لا انا بعمل كده غلط، ده واحد واثنين وثلاثه خلاص انا اتجنبه وما اعملوش تاني. طب والامور بتختلف لما تكوني مخطوبه عن لو متجوزه، عن لو متجوزه وعندك اولاد؟ يعني لو انت مخطوبه لا هتحاولي انك تقولي لا انا كده داخله في علاقه غلط او مش هبقى سعيده فيها من الاول؟ نفسك اللي هيختلف. انا دلوقتي مثلا مخطوبه ولسه على البر وما عنديش نفس اكمل، او عندي نفس طويل ان انا اكمل، قرار. لا ما بتبقيش بتقولي اصل في حد يجي مثلا ما عارفه قبل، يعني فهماكي اللي هو ولاد يقول لك انا لسه على البر فخلينا بالزبط. ننهيها من دلوقتي لان انا شايفه ان احنا ما ينفعش نكمل، فاهمه قصدي؟ ما بتختلفش من خطوبه لجواز للاولاد، خلاص انت مش قادره تكملي. المسميات اللي هي بقى مخطوبه متزوجه انا ام دي ما بتختلفش، لان انت دي اصلا بتفرق كتير قوي طبعا، بتستحملوا كتير قوي، بيستحملوا بس كتير في وقت الوقت خلاص بتقولي كده مش قادره استحمل. في رجاله برضو بتستحمل، وبرضه في رجاله بتستحمل اكيد، في رجاله بس انا ما بتكلمش عن ال 5% اللي انت بتتكلمي عليهم. يا رانيا هي رانيا عادي بتدافع عن الرجاله والسلام حبيبتي، انت بتتكلمي عن 5%، انهي راجل اللي بيستحمل بيستحمل وهو تعيس في حياته عشان خاطر ال لا بصراحه يعني لا مش كتير، مش كده يعني هعترف بقى عشان هعترف. الستات الستات فعلا بتستحمل اكتر عشان هم انانيين، بس هم اولا هي بتبقى خايفه من الطلاق كده، لا وخايفه من الطلاق وخايفه على اولادها وخايفه من كان الكلام ده ان جوزها يروح يتجوز وما تشيلش المسؤوليه مع اولادها، في عندها عناصر كتير تخوف ان هي تاخد الخطوه. هو احنا يا ما ليه بنقول طلاق؟ هو اسمه فشل، يعني سواء الفشل ده لا للراجل وللست، لا ليه انهاء علاقه؟ انا بقى مش مع كلمه الفشل دي خالص، اللي اتطلقوا يعني اتنين كويسين فشلوا في انه يبقى مع لا بعض. ما فشلوش ما فشلوش، هم اختلفوا، ده مش فشل. كون اتنين اتطلقوا معناتها ان انا مختلفه عنك، لما جينا نطبع على بعض اخلاقنا على اخلاق بعض، طبعنا طبعنا على طباع بعض فشلنا. ممكن الطباع تبقى اوكي بس التعامل في الحياه قالت لك اهو فشلنا، مش مش, مش ما توفقناش ان احنا نبقى مبسوطين احنا الاثنين، فده مش فشل. انا كويس جدا وانت كويسه وانت كويس جدا، يعني احنا الاثنين كويسين جدا بس لما عشنا مع بعض ما لقيناش ان احنا هنبقى سعده، فما فشلناش، بدليل ان انا نجحت في حته ثانيه وانت ممكن تنجح في حته ثانيه. بس ده على حسب ايه؟ قوه العلاقه، يعني احنا علاقتنا ببعض بنحب بعض لدرجه ايه؟ ناويين ان احنا على البر وناويين نكمل ولا لا؟ حياتنا مع بعض ايه؟ احنا في كيمياء بيننا وبين بعض وحبينا بعض وهنكمل ولا لا؟ ما في ناس بيبقى عندهم مشاكل وفعلا الكيمياء دي اللي بتخليهم يكملوا مع بعض. بالظبط. الطلاق مش فشل، الطلاق اختلاف في ان احنا نقدر نتاقلم مع بعض، احنا اختلفنا في شخصياتنا، يعني بعد 10 سنين اتطلقوا ما يبقوش فشلوا؟ لا طبعا ده طيب. مش فشل يا جماعه، الطلاق مش فشل، والا يبقى عندنا ثلاث ارباع الشعب فاشل. عندنا حاجه طلاق اربع دقايق. لا لا نطلع لا. فاصل يا مها. طيب نطلع الفاصل، نطلع الفاصل ونرجع لكم تاني، تابعونا في اللمه الحلوه. ورجعنا لكم مره تانية ولسه بنتكلم على ناس كتير جدا بتبقى موجوده عايشه حياتها مكمله في علاقه، سواء علاقه خطوبه او علاقه زواج، وبتبقى عايزه تنهي العلاقه ومش عارفه، متردده، خايفه. احنا مش بنشجع ان احنا ننهي العلاقات، بس احنا بنفكر مع بعض امتى فعلا نسامح وامتى نقول لا ما ينفعش نكمل في علاقه زي دي. هيكون معانا دلوقتي ضيفنا الاستاذ الكاتب ايهاب معوض اللي هيجاوبنا عن السؤال الهام ده. استاذ ايهاب ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب وانت طيب، ربنا يخليك طمني عليك. امتى نقول خلاص العلاقه دي ما ينفعش اكمل فيها؟ عارفه بيبقى دايما باين للناس مؤشر كده ان العلاقه بتنتهي، بس هم احنا بطبيعتنا مفطورين على الخوف من التغيير. يعني كتير جدا من البيوت او حتى اتنين مخطوبين او كده شايفين علاقه خلاص ما بقتش تنفع. بس هل ينفع؟ هل الشخص العادي عنده القدره ان هو يصحى الصبح ياخد قرار يقول خلاص مش هكمل؟ للاسف صعب. البشر عموما عندهم خوف مرضي من موضوع التغيير، خصوصا لو التغيير مرتبط بفقد، مثلا فقد شخص مثلا او شغلانه، او بيبقى موضوع صعب شويه. فعشان كده احنا زي ما حضرتك قلت في البدايه كده ان احنا مش جايين النهارده نقول للناس انهوا علاقاتكم، بس عايزين نقول لهم ان احيانا بتكون علاقه مرضيه وميته وانتوا عمالين تدوها اكسجين بلا مبرر وهي كلينيكال ميته، يعني فالمفروض تنهوها. او ساعات بيبقى في تعلق بالقلب
بس العقل وكل حسابات العقل بتقول ان العلاقه دي لا تصلح. هو ده بالظبط بالظبط. فالواحد يعني بحكم العشره وبحكم التعود مش قادر يبعد عن الانسان ده. هو لسه فيه له معزه وحب مش بس عارف. هو مش سعيد وبالتالي الطرف التاني مش سعيد على فكرة. أنا بشوف إن لما طرف منهم يبقى مش سعيد أكيد الطرف التاني هيكون برضو مش سعيد بطريقة أو بأخرى. وعايز أقولك لو طرف واحد بس مش سعيد ده كفاية بأن هناخد قرار انفصال. يعني لو في كائن بشري موجود في معادلة فيها طرفين واحد فيهم مش قادر يعيش في الحياة فالمنع أنه هو ياخد قرار النهاية. بس برضو عايزين قبل ما نبتدي الحلقة ما نقولش يعني انت عارفه ان الستات بطبيعتها هي عاطفيه الى حد ما. فكتير جدا لما اتكلم في موضوع الانفصال ده الاقي زوجه بالذات الستات يعني واخده من كلامي ايه ده طب ما انا جوزي فيه زي ما انت هتقول احنا هنقول النقط اللي هي امتى نهى علاقه يعني. فتلاقي زوجه بالذات الستات عشان قلنا ان هم رقيقه شويه فبالتالي ايه ده انا جوزي فيه العيب ده فانا خلاص هنهي العلاقه. لا عايزين نقول ان الكلام ده مش حقيقي خالص. هو احنا اي علاقه في الكون طبيعي ان يكون فيها ديفو طبيعي يكون فيها قصور. فمش اي زوجه سمعنا النهارده تاخد كلامنا على محمل ان هو طالما انا شفت بالزبط. الحاجات دي في جوزي يبقى لازم انهي علاقه. اي علاقه واي شخص سواء جوزك تكون. او حد تاني هترتبطي بيه بعد كده او اخوكي او ابوكي هتلاقي فيه عيوب برضه مفيش حد كامل. نرن نقوص كده انه بخلي بالكم يا جماعه ده مؤشر على بدايه نهايه العلاقه. اقعدوا مع بعض وتفهموا ازاي تتخلصوا منه. ايه هو المؤشر بقى يعني طيب. انت بتعمل كده غلط. انا اخترت لكم كده بعد ما الاداه تكلمني يعني 10 نقط هم مهمين جدا دايما بيجوا لي من الزوج والزوجه او المخطوبين او اتنين في ريليشن شيب عادي جدا يعني. هتلاقي مثلا حاجه زي فقدان لغه الحوار او ما بيسموه اللي هو الخرس العاطفي او الخرس الزوجي لو هم متجوزين يعني. يوصل احيانا الاتنين مع بعض ان هم مش عارفين يتكلموا مع بعض مفيش لغه حوار قاعدين ماسكين الموبايل. طب شفتي بقى اول سبب قالوا زي ما انا قلت اهو صح مش الخيانه عشان بقول لك ان في ستات فعلا بتستحمل الخيانه. لا تخيلي ان الخيانه ارحم من فقدان لغه الحوار. لان لو في خيانه ممكن نقعد مع بعض ونتكلم ونوصل لغه حوار مشتركه ان احنا هنكرر مش هنعمل كده تاني. يا سلام. ممكن ناخد الده يعني ممكن احيانا اغفر له. طيب أيوة بدليل ان في ستات بتغفر وبتكمل. تنكري احيانا ان ممكن زوج او زوجه يقع في الخيانه ضعفا ولما يقعدوا يتكلموا يكتشفوا ان في صداقه بينها وبين الرجل. بص حضرتك هو السبب ده يعني انا بشوفه ان هو متغير من شخص لاخر من راجل لست من ست لست ومن راجل لراجل. حسب قدره معاكي ان في قدره تحمل. تحمل يعني. بس انا عايز اقول لك ان فعلا لغه الحوار لما بتسكت لما بينتهي النقاش بيني وبينك كل حاجه في الدنيا بتبقى مرضيه. يعني خلاص الحب انتهى التفاهم انتهى مفيش فلوس مفيش كلام مفيش خروج مفيش فسح مفيش ولاد مفيش كل ده بينتهي بمجرد لغه الحوار. تمام. عشان كده انت لو رايحه اي مجتمع في العالم وانت ما بتعرفيش تتكلمي لغته بتفشلي. يعني اول حاجه بقولها لك وانت رايحه بلد ثانيه اعملي ايه؟ تعلمي لغه البلد اللي انت رايحاها الاول عشان تنجحي فيها. ممكن تبقي عالمه في الذره وانت في بلد مش عارفه تتكلمي اللغه بتاعتها تشتغلي في سايس عربيات بالكتير قوي. صح. فعايز اقول لك ان فكره اتقان لغه الحوار بين الزوجين او بين الاثنين مخطوبين او حتى الاثنين اصدقاء هي البدايه لان احنا نصلح كل حاجه. تعالي نقعد على الطاوله مع بعض ونتناقش. حتى لو انا بخونك قولي لي هقول لك بخونك ليه فتصلحي في عيوبك او انا انت خنتيني فصلح في عيوبي او انت ضعفتي فانا اغفر لك وارد جدا. فهماني؟ فانا مصر ان تكون رقم واحد دايما هو نهايه لغه الحوار او ما يسمى عندنا في علم الاجتماع بالخرس العاطفي او الخرس الزوجي. دي نهايه العلاقه على طول. بقول لهم خلي بالكم انتوا خلاص كده في الديدلاين يعني اقعدوا اتكلموا بقى وصلوا اللغه مع بعض. المرحله دي بتاخد وقت قد ايه اللي هي ما فيش او الخرس دي؟ هي تراكميه. كل ما نتكلم نصطدم كل ما نتكلم نصطدم فبالتالي خلاص بقى بيجي طرف من الثاني يقول لك ما فيش فايده. تيجي الزوجه تقول لي والله لو كلمته 20 سنه ولا هيستجيب يعمل اللي انت عايز تعمله او هو يقول لي لا دي خلاص هي عناديه وراكبه دماغها. فاهمين؟ فنقول رقم واحد اللي هي فقدان لغه الحوار بين الاثنين. ده اول سبب حاجة. عندنا تاني سبب هناخده بس بعد الفاصل. اسمح لنا نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه ومعانا استاذ ايهاب معوض الكاتب الكبير. استاذ ايهاب هنرجع تاني للنقط اللي كنا اتكلمنا في اول سبب ممكن ينهي علاقه اللي هو مفيش حوار ما بين مش عارفين نتكلم. لا انا مهتميه ولا انت مهتم بمواضيعي ومفيش اي حوار ما بين. ايه تاني سبب؟ هي فقدان الامان. عنصر الامان ده مهم جدا بالذات للمراه. هي المراه ترى ان محور تكوينها كله مرتبط بالامان. اذا فقدت الامان بتبقى علاقه بالنسبه لها مش مهمه تماما يعني. فعشان كده نقول ان ممكن تكون زوجه مثلا عايشه مع راجل في البيت وهو متربص لها. هي خايفه ده في ست تيجي تقول لي انا بخاف اتصور مع جوزي في اوضه النوم لحسن لو اتطلقنا يزنيني بالصور والظاهره دي منتشره جدا يعني. ست تقول لي اصل انا عارفه ان هو لو انا انفصلت منه هيروح يطلع ورقه ان هو ما عندوش مرتب وما يدينيش فلوس هياخد مني الولاد هيسجلي وانا بكلم لماما مش عارف. تقول لي طب انا هكمل حياتي ازاي؟ بقول لها
هو فعلا مع فقدان الامان مخونين بعض على طول، تخوين، كل واحد ماسك للتاني خنجر ورا ظهره ومتربص له، فبالتالي اي حياه ده الاصل في العلاقه الزوجيه هي الامان. ست مسلمه للراجل كل حاجه وراجل مسلم للمراه كل حاجه، فلو فقدوا الامان بقول لهم خلي بالكم انتوا هنا على طريق ده. تاني سبب، تالت حاجه الاحترام، ده مهم جدا يعني، وده احيانا بصنفه رقم واحد بحكم ان المجتمع اتغير دلوقتي، وبقى كل وبالذات المراه بقت شايفه نفسها جدا يعني، لا ينفع راجل ينفع يقول لها يا بنت ولا يا زفته ولا يشتمها ولا يمد ايده ولا كده، فبقى بالنسبه لي الاحترام بقى عنصر مؤثر جدا. ازاي ممكن يكون في اهانه بين الاثنين؟ ازاي ممكن يكون في تسفيه دائم من طرف للتاني؟ انت على طول مهمله كده ليه؟ مش شايفه يا هانم الستات عامله ازاي؟ انت ما تبصي لنفسك انت مش، وهو ممكن يكون بكرش واقرع ومبهدل الدنيا عادي. اه ليه بيعملوا كده؟ يعني حاجه مؤامره ايه؟ يعني فعلا بتلعب على نفسيه الست، وبتحس ان هي وقتها بقى ان هي لازم تبتدي تشوف الاهتمام من حته تانية. اه هو مش متخيل، هو كده مش بيشجعها، ده تحفيز. لا لكن هو مش فاهم ان ده نوع من انواع الاحباط، لكن بالتالي انا ممكن اقول لها الله انت اموره قوي، بس عيبك ان انت يعني مش عارف، انت اموره وجذابه بس عيبك محتاجه تخسي، اه خسي شويه اصل مش عارف، طب اطول ارفع اي حاجه في الدنيا، لكن انت انا على طول محبط على طول مهين على طول متسفه، هو انت فاكره نفسك ايه؟ انت عشان اعلاميه هتكلميني؟ هو انت عشان دكتوره هتشوفي نفسك عليا؟ هو انت عشان باباك ساب لك قرش؟ تسفيه 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 وانتقاد، فبالتالي سقط الاحترام، فبالتالي العلاقه ما بقتش سويه. مش عارف اتكلم معاك، بس في ستات بتعمل كده في الرجاله برضه طبعا الى حد كبير. بصي سامحوني هتلاقوا نبره تحيز شويه في صوتي او في كلامي للمراه، بس ده بحكم ان انا يعني على السوشيال ميديا انا دايما كتاباتك متاثر متحيزه للمراه بجد، مفهوم بان المراه الشرقيه لحد كبير في مفهومي انا يعني اللي مش صحيح، انا شايف ان هو صحيح بالنسبه في المية، هي مقوره. ما قدرت ارى ان هي ما قدرت مقوره ومهضومه في حقوق كتير جدا، بدايه احنا في الفصل اللي اتكلمنا عن مفهوم الخيانه عند الرجل والخيانه على المراه. الخيانه عند الرجل واجن جوان وشاطر ومقطع السمكه وديلها، والمراه ترجم يعني، فاهماني؟ فالفكره ان انا الى حد ما هتلاقوا نبره تحيز، فسامحوني والجمهور بتاعكم يسامحني في حته التحيز دي شويه يعني وكده. طيب بعد بقى الاحساس بفقدان الاحترام، احنا قلنا احنا قلنا كده الاحترام وكده التواصل او المشاركه، يعني هي بتشتغل في حاجه ونفسها ان هو طب ساعدني في الحاجه دي، طب هو طب اقفي معايا مش عارف في ايه، طب انا ظروفي الماديه بتقل شويه طب سانديني، في مشاركه في البيت. اختفت المشاركه اللي هي بيسموها الصداقه، يعني احنا الاثنين اصدقاء بيلجأوا لبعض فين؟ في الازمات. طب انا لما يكون في ازمه انا مش حاسس بيها، هي انتهت المشاركه، فبالتالي خلافات تلاقي حتى لما اختلفوا يبتدوا يقسموا التركة على طول. انت تاخدي الواد وناخد البيت، انت تاخدي الشقه ناخد العماره، انت تقسيم، فبالتالي المشاركه كانت معدومه اصلا يعني. ايه غياب الرحمه؟ دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا عيانه دلوقتي، قومي يا هانم بطلي دلع. إيه طب هو مهدوم في الشغل وطالع عينه ومش طايق نفسه وكده وبتاع، انت انا عايزه فلوس، انا مش مسؤوليتي انت تروح تجيب فلوس، انا مالي اصلا، الولاد عايزين يخشوا انترناشونال والبنت صاحبتي مش عارف اشمعنى اكون انا اقل منها وكده، وهو طب انا بروح الشغل حبيبي زي زيك وبرجع البيت اطبخي اعملي اغسلي انا مالي، طب ما انا بشتغل زي زيك. طب غياب الرحمه، فهي لو كل واحد فينا حس بالرحمه ان هو الطرف الثاني ده هو زي زيه، هو بالعكس هي شايف ان هي امراه رقيقه، فبالتالي محتاجه اكون حاسس بيه اكتر، يحس ان زوجي على طول مجهد وضغوط ماديه اللي بنمر بيها فاحس بيك. غياب التسامح رقم سته دي تقريبا. تسامح رقم سته. كل واحد فينا معرض زي ما حضرتك قلتي في البدايه ان انت مفهومك ان انت شايفه ان العلاقه الزوجيه تنتهي لما يحصل خيانه. اوكي؟ انا ككوتش ارى ان ده وارد يحصل ان شاء الله، ما يعني كل بيوتنا تبقى معصومه من الخيانه ان شاء الله، بس لو حصل هنعمل ايه؟ فهماني؟ لو حصل ان هو اخطا احيانا سواء كان خيانه ولا شتم ولا غلط ولا او هي تجاوزت او كده، لازم يبقى عندنا حاجه اسمها التسامح. فهماني؟ قدر. يعني هقول لك حاجه، يعني في برضو دي هتفرق من ست لست او من راجل لراجل. في حاجه بقى يعني انا بشوف ان طالما حصل خيانه هي لا يمكن هترجع تثق فيه تاني. بعد كده لو قالها انا نازل مع محمد، هو اكيد مش مع محمد. هتفضل هي قاعده تشغل دماغها او هو قاعد يشغل دماغه. تلاقي بقى تصرفات بقى ايه، يعني تصرفات كده هايفه، يكلمها تكلمه يعني يبص على لا هيبتدي توجد. انا معاك ان هي توجد تخوين، بس هو علميا خلاص شك، الشك ده بدايه النهايه. بيمروا بعد الخيانه، بيمروا حتى بيعملوا حاجه اسمها دوره ديتوكسنج بعد الخيانات الزوجيه عشان نجيب المراه اللي اتخانت او الرجل ونبتدي ناهله نفسيا لتقبل الاخر بعد الخيانه. طالما انت غفرتي له وانت واثقه تماما ان خطواته مظبوطه، هنبتدي بقى نفتح فايل جديد جدا اللي هو فتح الامان المطلق. تعالى انت كنت بتخونها ازاي؟ سوشيال ميديا. طب اديها باسورد الموبايل، برغم ان انا كنت رافض ده من البدايه عشان نفسي ما ينفتحوش عن بعض بشكل مطلق، لكن هبتدي نعمل معادلات جديده تماما. هي محتاجه
حقها الطبيعي ان احنا نغير مفهوم الثقه دلوقتي. حين الثقه بقت تربص. اديها الباسورد بتاع موبايلك، اديها الباسورد بتاع الانبوكس بتاعك، اديها مش عارف ايه صاحبتك اللي هي بتقلق منها، مش هتكلمها تاني، هنعمل لها بلوك، وابتدي ان انا افرض عليه قيود وحصارات. يعني خطوات مساعده ان هي تتخطى الأزمة. مرحله الخيانه. واديها دوره نفسيه ولتكن من 6 شهور لسنه نفسيا، مطلوب منك تشكي زي ما انت عايز الفتره دي، بعد كده هو مغفور له خلاص انتهت، والا هتوصليه لمرحله الاحباط فيخونك تاني بعد كده. يبقى اذا فممكن نعمل خطوات علميه ان احنا نطهر جسمها، ديتوكسنج ده من مفهوم الخيانه او الرجل يعني. فده وارد، ده وارد يعني. اصل بصي ما فيش، احنا قلنا ان نسبه الخيانه، احنا اتكلمنا مش عايزين نقول ارقام بس ما نظلمش الناس، لكن النسبه مش قليله بالذات عند الرجل يعني، نسبه كبيره. والحياه مكمله. لو كل زوجه اتخانت النهارده وقالت عايزه اتطلق، انا شايف ان احنا هيبقى ما فيش بيت مفتوح في مصر يعني. مش لازم اتطلق، مش لازم اتطلق على فكره. يعني انا ما هو ممكن الست ما تتطلقش، يعني ممكن يحصل جواها عمليه بان هي خلاص انا قفلت منه والحياه هتكمل طبعا. بس انا هنفصل داخليا تماما عنك. طلاق روحي ده بيحصل طبعا كتير جدا البيوت، ان هي بس لما يكون مفيش امل، هو الراجل مصر ان هو كده كده مصر، او الست، فيبتدي طرف من التاني يقرر نهايه الحياه، وانا قاعد في البيت عشان الولاد وخلاص على كده. في طيب رقم 8 7 اوكي، هنقول ان اللي هو العطاء من طرف واحد. احيانا تبص تلاقي في معادله زوجيه او حتى خطيبه او اتنين مرتبطين، طرف بيدي بشكل مطلق دائم تماما تماما، وطرف بياخد بس. فيحصل اعتياد، يحصل اول مرحله سيئه جدا اسمها الاعتياد، ان انا اتعودت ان انا اخد. الاول هو مزنوق فبتدي له فلوس، فيبتدي يقول لها لا مستحيل، انا متاسف ما ينفعش اخد مراتي، فيبتدي يتزني اكتر، فيقول لها طب هاخدهم وهردهم لك، فيبتدي تطالبهم بيه، فيبتدي يقول لها معيش، فيبتدي تتكلم فيزعل، فيبتدي يقول لها طب ما تجيبي من بابا، فيبتدي يقول لها طب انت ما بتجيبش من بابا، انت مش حاسه بيا، فانت زوجه مش مسؤوله، فيبتدي يتعصب. بقى حق مكتسب وزاد كمان. بقى حق مكتسب، ولو ما عملت تلام وتهان. فماني، فبقى عندي طرف، على فكره ده ممكن يحصل برضه من ناحيه الراجل. بقى عندي طرف بيدي بشكل مطلق وعطاء مطلق تماما، وطرف بياخد بمنتهى الاستمتاع وما بيقدرش اللي بيدي له، فبيجي لي الطرف اللي بيدي ده مع الوقت يحصل له انفجار. انا متاسفه مش هكمل حياتي، انا عمال اسامحك واغفر، وانت مصر على الاقل، انت عمال تشتم وتضرب وتقل ادبك، وانا بسامحك، وبرضه اللي هو الانفجار يحصل الانفجار. تمام. فدوت بيبقى مؤشر صعب. عايز اسال سؤال بقى. هل لسه صح؟ سايكولوجيا انهاء اي علاقه من طرف الرجل بتبقى زيها زي من طرف المراه، ولا لا دايما المراه بتبقى حساسه اكتر شويه زياده، او المراه بتوجعها اكتر نفسيا، او المراه بتبقى معتمده على الرجل في حاجات كتير، فبالتالي نفسيا حتى، فبالتالي يعني هي بتتأذى اكتر، هي بتبقى مصابها اليم اكتر. هقول لك شقين الاجابه، اولا في الطلب وبعد كده في النتائج. الطلب نفسه، طلب الانفصال، هتلاقي ان الست بتلاحق في الانفصال اكتر بكتير من الرجل. يعني كتير جدا دايما طلقني، دايما طلقني طلقني طلقني، واحنا عندنا في افيه كده نقوله دايما طلقني طلقني طلقني، انت طالق ايه ده، هو انت عليك، وتروح مغمى عليها. بالظبط كده. فهماني؟ وده حقيقي. طب انت عارف ليه؟ دقيقة. ده وجهة نظري. هي بتقول له طلقني عشان تسمع منه انت مجنونه، طبعا مش هطلقك، هي عايزه تسمع ان لا انت متمسك بيا. اللي بتعمله غلط لكن متمسك بيا. بالظبط كده. فلما بيعمله بتتصدم، هو متخيل ان كل كلامها ده واقع زيه. اصل خدي بالك من حاجه، الراجل لما بيقول هطلق بيبقى هيطلق. خلاص خدت قرار هطلق. انا خارج، انا بعيط زعلان. هي متخيل ان هي طلقني، يبقى هي عايزه تطلق بجد. هي مبسوطه فبتعيط. هي مش عايزه تطلق. لا بصي، في اكتر من كده يعني، اما بقول للناس اتعلموا يا جماعه لغه المراه اصلا، يعني اللي هو عمرك ما خرجتني، معناها كده بقى لنا اسبوع ما خرجتنيش بس. عمرك ما خرجتني، ده معناها ايه؟ ان انت ما خرجتنيش الاسبوع اللي فات بس. ايوه بس انا مش طايقاك، يعني معناها ان انا زعلان منك دلوقتي حالا. ايوه ايوه، فهي لغه ليها. طلقني يعني ارجوك حسسني ان انت متمسك بيا. لا، هي كائن عاطفي. أيوة. فبالتالي الرجل هو في دماغه، الرجل كائن عملي متبرمج على تحقيق الاهداف. فبالتالي متخيل ان كل كلمه بتقاله هي فعلا طلقني، يبقى هي عايزه تطلق. خالص انت فاهم غلط. انت اللي لما تقعد تطلق بتبقى بتطلق فعلا. في روشته كده، ويعني كلام دايما الرجاله مها يكلموا بيه مع بعض. فمن ضمن الحاجات يعني قاموس لغوي كل يقولوا لبعض الاصحاب، لو قالت لك طلقني يعني قول لي بحبك. أيوة. لو قالت لك انا مش طايقاك، يبقى انا عايزه اسمع تمسكك بيا، عايزاك تقول لي لا انا ما اقدرش او ازاي بتقولي كلمه زي دي، وده ممكن يحصل ما بيننا. انا عملت كتاب اسمه كتالوجس السيد، وعملت فيه التصنيف. قلت لما الراجل يقول كذا يبقى يقصد كذا، يعني يقصد هطلقك. ايه رايك نعمل حلقه عن لغه الستات ولغه الرجال؟ حلو قوي، حلو قوي. حلقه بجد، علشان 500 لفظ بالظبط كده، في الفاظ يعني بنستخدمها واحنا بنبقى قصدنا العكس تماما. طب احنا معانا تليفون سميره.
الو. الو. اهلا يا مدام سميره، اتفضلي. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ بصراحه انا كنت بس يعني انا عندي مشكله اصلا باللي انت بتحكوا فيه ده كله، يعني اللي هو. اتفضلي يا حبيبتي، قولي لنا ايه مشكلتك. اتفضلي. طب هو حضرتك، انا برضه جوزي زي كده، ان هو برضه باهانه وشتيمه، وبرضه ما فيش كلام وما فيش معده. ما فيش حوار ما بينكم، وضرب وشتيمه. اه. انت متجوزه بقالك قد ايه؟ انا بقالي 17 17 سنه. أوه. 17 سنة هو مبتدي من يعني ال 17 سنة كلهم كده ضرب وشتيمة وإهانة ومفيش حوار وكله؟ لا هو في بيبقى حوار. بيبقى في حوار. أيوه حوار اللي هو إيه؟ بينتهي بقى بالآخر بضرب وشتيمة. بالإهانة والضرب. ال 17 سنة هو يعني من أول جوازكم قصدي، هو دايماً بيمد إيده عليكي؟ أيوه. ما حاولتيش تقفي واقفة بجد وتقولي له ان كده العلاقة ممكن تنتهي؟ أخ مثلا اب اي حاجة ممكن يقف؟ هو عشان عايز اقول هو عارف ان انا مفيش ورايا حد او مفيش حد مثلا ان انا مع يعني. طب قلقت عليه، انا ابويا متوفي وامي متوفية، اخواتي كل واحد في حياته. حبيبتي انت مش لازم يبقى لك اب او اخ عشان يقف له، انت اقفي لنفسك، انت قولي له لو ما عرفتش تحافظ عليا فاهم ازاي وعاملتني باحترام انا مش هقدر اكمل الحياه دي. بس انت طبعا الكلام ده كان يتقال من بدري، يعني 17 سنه كتير قوي. قلت كتير وكنت بقول لاهله وبشاهد اهله عليه، لدرجه ان اهله قالوا لي يعني اتطلقي. اهله كمان قالوا لك؟ انت عندك ولاد طبعا منه؟ طبعا. ايوه عندي ولاد. ولادك كبروا؟ خارج القاهره. معايا اربع بنات، الكبيره مخطوبه. الكبيره مخطوبه، فانت طبعا مستحمله علشان بناتك لغايه ما يتجوزوا ويروحوا بيوتهم. اكيد. حبيبه قلبي. انت منين؟ البحيرة. لكن انت ما بترديش عليه، يعني انت ممكن تكوني انت اللي بتوصليه ان هو يعني مش بتقولي له طيب حاضر وتمشي امورك، بتقفي له راس براس في نديه في الحوار؟ ما هو لا انا مش برد عليه، لان هو يعني على طول ايده يعني ايده سابقه كلامه، يعني انا اصلا بخاف ان انا ارد عليه. ثقافه. هي ممكن تقفل ونجاوب بالتفصيل. انا اصلا بخاف ان انا ارد عليه، عشان ارد عليه عارفه انا تنتهي الضرب. بسكت، بفضل ساكته لحد يعني بقول لك اهله نفسهم قالوا لي اتطلقي انت ازاي. طب سؤال اخير كده قبل ما نقفل معاكي يا حبيبتي، بناتك بيشوفوه هو بيمد ايده عليكي؟ اه بيشوفوه. بيقولوا حرام. اه بتعمل معاها كده ليه؟ بيضربوا هم كمان. بيضربوا هم كمان. ماشي يا حبيبتي، هنرد عليكي. حاضر، انت اتاخرتي قوي بس قوي، استحملتي كتير قوي، فتتممي جميلك وبعد كده يحلها مليون حلال. مليون حلال. مفيش بقى. خلاص بقى، ما هي فاضل لها سنتين ثلاثة واتجوز بقية البنات وخلاص بقى، معلش. بص في الحالات العادية أنا المشكلة طبعا بقى بنصح بس الست بتستحمل علشان بناتها تتجوز ويبقى الأم والأب موجودين في البيت، دي واحد. اتنين يعني أبوها وما لهاش أخوات متوفي، فهو مش حاسس إن في راجل واقف له، فبالتالي أكيد هي راكنة عليه ماديا كمان. فاهم ازاي؟ مفيش حاجة بديلة. إيه ازاي هو بيحس ان هو راجل وهو بيفتري عليها الافتراء ده؟ بس دي موجوده، دي ثقافه موجوده، دي ثقافه موجوده. ما لازم يعني لازم. اصل بصي عارفه يا رانيا، انا اصل انا اتضايقت من ايه؟ رانيا مثلا بتسال ايه؟ انت بتردي له الند للند؟ بتردي عليه؟ لان فعلا ده منطق ناس كتير جدا. برد الند للند، برد عليه. هو لما يكلمني المفروض ان انا ما ردش لحسن يضربني؟ لا، ما انا ارد عليه واقول له انت ليه بتعمل كذا وانا بعمل كذا ده عشان كذا. لا خليني اختلف معاك يعني في الحته دي بالتحديد. بس ثقافة. في مجتمعات معينه او ثقافات معينه، يا مثلا هنقول ان في الصعيد مثلا، هنقول اهلنا في الصعيد يعني وانا صعيد يعني، احنا عندنا مفيش حاجه اسمها الست ممكن ترد على الراجل. والله العظيم الست الصعيديه قويه جدا. مش بس هنقول حاجه، حتى قويه بسكوتها بقى، حتى لو امها نفسها قاعده ولا ابوها قاعد يقول لها ما ينفعش تردي على جوزك، مش هي اللي هتقرر كده صدقيني. بس فعايز اقول ان احنا مش عايز، انا سالت بالتحديد وهي بتتكلم، قلت انت منين ليه؟ لان انا عارف ان ثقافات خارج القاهره الى حد ما مختلفه شويه، الرجل في خارج القاهره ليه سلوك مختلف شويه، والكالتشر الثقافه والتربيه والدراسه والعلم بتختلف من حد لحد. صديقتنا لو هي في ظروف عاديه وعندها حياه بديله اصلا، كنت اقول لها انفصلي فورا، لان انا اعرف قناعاتي الشخصيه ان الضرب خط احمر، يعني ان المراه متعامل كانها مش بني ادمه، هي خط احمر، وده عقاب ربنا كبير جدا ان شاء الله. ارى ان هو لو هو ما ربنا ما هداهوش بدري يعني هيشوف عاقبه، لان انا شفت عندي، وريت لو كان هو سامع او اي زوج في الدنيا سامع وانا بتكلم يعني بيضرب مراته، انا عندي اكتر من 13 حلقه انا رصدهم لزوج كان بيضرب مراته. انا بقالي 30 سنه كوتش يعني، وعندي صفحتي فيها ملايين الناس بيجوا لي شكاوي، انا عندي ستات دول انا شفت 13 او 14 حاله، رجل مشلول
ربنا يا رب يعصمهم كلهم يعني، ومراته بتخدمه اللي هي كانت بتضرب بقالها 20 سنه وهو بتدخله التويلت عشان يعيش، نفس الراجل اللي كان بيضرب بجبروته وقوته وشايف نفسه ان هو فرعون ومش حد يعصمه، انها هي يتيمه وابوها ميت واهلها ميتين وهو مش راجل المفروض ان هو يحميها يعني. انا شفتهم بعينيا ورحت حضرت لبيوت كده اساسا يعني، وخطبطبت على رجاله كانوا بيضربوا من 10 سنين والنهارده عامل لمراته كده مطاطي وهي بتوديه الحمام وبتاكله وبتشربه وبتصرف عليه احيانا كمان يعني. فانا اخشى من عاقبه الراجل اللي زي ده، بقول للست دي احتملي واصبري واحتسبي ليكي الجنه ان شاء الله، لانك انت ما عندكيش حياه بديله وربنا قادر ان هو يهديه ان شاء الله. لكن اي زوجه في الدنيا، تعالي نعمل روجيتا، اي زوجه في الدنيا من اول يوم جواز تتمد ايدك، يتمد ايده جزء تتقطع الايد، اخوك يتدخل يضربه ويموته، ابوك يتدخل يقتله، ما عنديش مشكله خالص تماما، بمنتهى القسوه بقول كلام قاسي جدا اقرب ابعد ما يكون عن العقل يعني. بس لكن في النهاية هو مش قتل طبعا ولا حاجه، بس المعنى بس يعني فعلا لازم يتوقف له وقفه جديه بقوه شديده بقوه جداً. من اول مره بل لا انزلي اعملي محضر ما عنديش مشكله خالص تماما تمام، اتطلقي ما عنديش مشكله من اول يوم جواز، لكن ما تجيش بعد 17 سنه النهارده تقولي لي هعمل ايه معاه للاسف. واي اهل في الدنيا واي راجل سامعني، اي اخ سامعني، اي اب سامعني، اخته بتضرب، بنته بتضرب، والله العظيم يعني عقابكم كبير جدا عند ربنا وهتشوفوه بمنتهى القسوه يعني. فان شاء الله يعني ان شاء الله المجتمع يتخلص الفتره الجايه من الافه دي، ويبقى في قانون بيحكم بره بره راجل زي ده يتسجن 20 سنه عشان بيضرب مراته في فرنسا ولا في امريكا، يتسجن وتاخد كل ثروته اصلا يعني. فاخشى ان يكون ان شاء الله اظن القانون هيتغير لا، واحنا عندنا قوانين ضد اهانه المراه وضد التعدي عليها بدليل ان هم بيروحوا يعملوا محاضر وكل حاجه، بس ان الست يجي لها الجرأه انها تروح تعمل محضر ضد جوزها، لان ساعات برضو ما بترضاش علشان ولادها ما بترضاش عشان طبعًا. ما ينفعش هعمل له ايه، اصل ممكن يفتري فيا اكتر. ما تسكتيش على حقك، بس لو راضع قاسي ان هي هتروح تعمل محضر فيتاخد فلوسه ويتحبس وهي تكمل حياتها، انا شايف ان ده القانون ده المطلوب يتعدل جدا جدا يعني. تمام، فاضل لنا اتنين حاجتين. بنشكرك جدا جدا. الوقت خلص والله، الوقت خلص، الوقت ده دايما بتاعنا الوقت بيجري بسرعه كده. ان شاء الله هنأجل اتنين دول المره الجايه ومعاهم بقى لغه المراه ولغه الرجل لازم نعملهم مع بعض بحقيقه عشان يفهموا بعض، نقربهم بس شويه. بشكرك يا رانيا، انا اللي بشكرك، الحلقه جميله كالمعتاد. واعزائي المشاهدين بنشكركم، وبقول تاني جملة تانية بختم بيها، نتقابل بكرة إن شاء الله طبعا في اللمة الحلوة. اوعي تسكتي عن حقك، اوعي هتسكتي عن حقك ما تجيش تشتكي بعد كده.